ازيك شباب؟ معاكم حلقه جديده مع يوتيوب جرشوننا بلعبه جي تي في. زي ما انتم شايفين ابو اللذاليز بقى بطقم وحركات ومش عارف ايه وبتاع. النهارده يا جدعان انا نويت خلاص افتح فرع تاني للشركه بتاعتنا. طبعا دي خطوه جريئه وجامده جدا من ابو اللذاليز. يا عم اخلع يا عم، انت تبص لي فيها لا مش عاجباك البدله ولا ايه؟ مفيش الشياكه يا جدعان، مفيش الشياكه دي يا ابو اللذاليز. مطقمين بقى وحركات، وتقريبا دول الموظفين اللي هيشتغلوا معانا في الشركة اللي هنعملها الفرع التاني لينا. والعربية بصوا طقم شيك وعربية شيك شيك شيكتين يا جدعان. يلا ابو اللذاليز شيك شاك شو. ايه ده؟ خلاص يا جماعة، العربية دي انا كنت يعني فاهم لقيتها على الطريق فمش سؤال. يلا نروح ننطلق. بصوا بقى، مبدئيا هروح للمعرض نشوف حظنا، وبعد حظنا هنروح نغير الطقم بتاعنا. انتوا بتحسبوا هي دي البدلة؟ اكيد لا يعني يا جدعان، انتوا بتهزروا. تعال ننزل هنا بس على جنب. اوعى على السريع، اوعى البيك بوست وصل. مفيش سقفة كبيرة. يلا يا جماعة سقفة لابو اللذاليز، ده انا الفرع النهاردة التاني. يلا سقفة تاني. بصوا ماشيين ازاي يا جبنة. روحوا للفرع التاني، يلا اجروا. رات الأدب، يلا انت كمان معاهم. يلا كله يجري على الشركة. انت رايح تعمل ايه؟ تستهبل. اقعد يلا صغيرة، ركبوا بقى بسرعة. يلا يا جدعان نجرب حظنا. بس لو لقينا عربية حلوة أتمنى إن أنا أفوزها، مش هكسب عربية تكون عندي. أنت قلت لي لا يا أبو اللذاليز هي مش نفس العربية اللي عندك، هي يعني موديل تاني مختلف، بس أنا شايف نفس الشكل الديزاين السبيد البوست، يعني فاهمين قصدي؟ يعني أتمنى المرة دي تكون حاجة مختلفة عن ال... أوكي يا لهوي، إيه الهس بس ده؟ إيه الهس بس ده؟ استنى يا جدعان، شكلها عامل كده ليه؟ عاملة زي كأنها اتشرمع. والله حلوة يا جدعان، عاملة زي كأنها عربية جيب. تفرق معانا بقى كتير في الاماكن بقى اللي فيها رمله مش عارف ايه مدركين. فيلا ان شاء الله تكون من نصيبنا. يا اما هدوم، احنا عايزين يا هدوم النهارده يا عربيه، مش عايزين عربيه مش مشكله، يا هدوم يا اما ممكن كوينات في المعرض، عشان هنجيب هدوم النهارده من المعرض هيعمل لنا خصم. يا رب خليك حلو. ها يا جدعان، يا هدوم يا عربيه يا كوينات، مش عايزين كشات ولا ار بي يا موسى. يا جدعان يا سلام سلم. والله يا جدعان كلنا دلوقتي نوصل الفيديو ده 100,000 لايك. كسبت يا جدعان رقم جامد. يلا يا جدعان لايكاتكم بقى تشجيع لابو اللذاليز. انا والله مبسوط جدا، قلت لكم يا كوينات يا تيشيرتات يا اما عربيه. الحمد لله كسبنا كوينات. لايكاتكم بقى، وخلينا ننطلق على الجزء الثاني او القسم الثاني. هنروح نغير الهدوم بتاعتنا. شيخ انزح على جنب، انزح على جنب، تعصب انيس اوف على جنب هنا. طبعا بقى هنجيب حته بدله كده ماشي ماشي مع الموضه بقى وبتاع وحركات حسب المتاح عنده. فخلينا مبدئيا نخش كده نشوف. بصوا يا جدعان سعرها، وبصوا شكلها، سعرها وشكلها. بصوا بقى هذا ممكن بقى تتغز دي ده لوحدها. استنى تشوف يا جدعان بيت الطقمه. مفيش شط عندنا طقمه جامده، بس ما فيهاش حركات. دي حلوه بس تحس ان هي عتمه شويه. اخر واحده خالص هي تعتبر اغلى واحده، فخلينا نشوفها. يا رب تكون اصلا الكوينات انا تقريبا الرقم ده يا جدعان هيكفي ان شاء الله. فخلينا نشوف. اوكي ايه كده؟ ايه كده؟ يلا يا جدعان كلنا في التعليقات ايه كده؟ 53 100 100. يلا نجيب بقى اللي بعده. هنشوف حاجه محترمه. تمام، حاجة بقى تكون كده شخبيط شخبيط شخبيط. استنى نكمل. يا جدعان بيج مش هيبقى لايق صح؟ ممكن ده ماشي شوية. بقول لكم على حاجة، خلينا ناخد جولة في البنطلونات، نشوف كل البنطلونات المتاحة. هو دي عاجبني، بس المشكلة اللي هم تحس ان هم واصلين عليا. ايه اللي انت حاطه ده؟ خلاص يعني يكون ماسك شوية عشان يبقى شكله اشيك. الباقي مش كويسين والله. مبدئيا ايه رأيكم في ده؟ انا بقول لك اللي موجود قدامنا، او ممكن نخلينا في الاسود حلو والله، بس الجزمه مش هتشيل له طعم. طب بص خلينا نشوف. طيب فين الجزم؟ هو هنا كان في جزم؟ لا هنا، لا هنا في. طب مش تقول يا راجل؟ لا لا استنى، انت ما عندكش بتاع عادي؟ لا انت بتهزر، لازم بالشرط يا جدعان. يعني والله حرام نخش في المعرض ما يكونش عندهم. ايه الاستهبال ده؟ خلينا نشوف. ايه البتاع التعبانه دي يا قلبي؟ ايه رايكم بفتتح الشركه كده المره دي؟ اوكي بصوا يا جدعان انا خلاص هجيبها، يعني مش هيبقى كله اسود في اسود، يعني
يعني هي كفايه مثلا الجزئيه اللي فوق دي بالاسود والجزمه عندنا بالاسود. مبدئيا كويس. خلينا نشوف طيب الاكسسوارات عندنا ممكن نجيب. اوكي خلينا نشوف ممكن نجيب طواقي. لا مش تبقى لايقه خالص. خلينا نشوف. الله يا نظارات وحركات. بس تحس ان هي نظارات. استنى تشوف كده. بناتي اكتر صح؟ بنات ايه رايكم؟ النظارات دي بناتي ولا اولادي؟ انتوا اللي بينج خلاص كده اللي حاملها بقت معروفه. خلينا نشوف. وجرافطات وحركات بس لحظه واحده بس انا هسيبها كده على صدري ولا ايه؟ مش فاهم يا جدعان الجرافطه ازاي هتبقى عامله كده؟ هيبقى سايبها كده بس خلاص؟ طب لحظة واحدة أنا هشتري بس أجرب. ها؟ إيه الهبلة دي؟ زي أكني فاكيكة. لا مش شكلها مش حلو خالص يا جدعان. يا عم كنت اربطها طيب. أنا هشيلها ينفع؟ هتخليها معايا مش عايزها يا عم. شغال هنعمل إيه طيب يا جدعان؟ خلاص خلينا نشوف طيب هنا الإكسسوارات برضه نفس الحاجة. أه دلوقتي بقى هنبدأ ننطلق للمشروع. بتعرفين والله إكسسوارات هنا كان ماسكات. نسيت الماسكات يا جدعان. اوكي خليها بماسكات دي في حاجات تانية. هنا برضو ماسكات. هنا ايه الكلام؟ هنا نقعد بقى. نقدر نغير الهدوم بتاعتنا. اها اخيرا يا جدعان. ايه كده شيل يا عم بلاش اللي اتقرب. يا جدعان شكلها مش حلو. لو انتوا عاجباكم المره الجايه ممكن اجيبها. اوكي انا هخليها من غير جرافطه بصراحه مش عاجباني. انا كنت عايز مربوطه على الاقل مش معموله كده ومدلدله. تحس ان في دوع على الهدوم في وساخه مش نظيفه. اوكي دلوقتي احنا خلصنا. ممكن البراويز دي والحاجات دي نجيبها في البيت او في المكتب اللي احنا ان شاء الله هنشتريه النهارده. فخليني مبدئيا اشوف كده. نقدر نظبط الكلام. يلا يا رب. بصوا بقى يا جدعان طبعا احنا جايبين المقر بتاعنا هنا اهو ماشي. ممكن نقدر نعمل عليه تعديلات وبتاع. في مقر تاني اجمد منه فرع ممكن نفتح فروع تانيه في المستقبل يا جدعان. شايفين انا شايفه؟ شايفين انا شايفه؟ ازاي؟ يا راجل يا راجل انت بتهزر يا جدعان. بيقول لي فري ببلاش لك يا ابو اللازاليز يا جدعان. هنفتح الفرع التاني. شفتوا البيزنس والشغل يا معلم بالصفقات. نبدا بقى نظبط الديكور. خلينا نشوف احسن حاجه واشيك حاجه. مش مشكله تكلف كام. هو عطاهولنا بصوا بقى اللعبه. عطاهولنا من بره فري بس بتخش تدفع من جوه يا معلم. حلو حلو حلو. هنشوف احسن عفش واجمل حاجه. يا لهوي يا لهوي يا لهوتين. بس نشوف ده كمان. يا لهلي هو. طب ايه الكلام ده حلو؟ خلينا نشوف طيب. اعلى واحد ده يا جدعان. شرفيلا مع حرق. والله لا عيونكم. يلا جيب الايس. انت عارفه خلاص بيتها اتشقب منك. انت مع السلامه. جيب الكابتن ده. ايوه مش ده اللي كان بيصوت من بره؟ مش هنسميها شركه ابو اللازاليز نفس الاسم. ممكن نغير بقى اللون. يا سلام. بس انا عايز اخلي الخلفيه اللي ورا. نقدر كمان نلعب في الشكل بتاعها. تمام دي برده شكلها كويس. خلينا نشوف. اوكي اكيد نحط واحد كده في الدرة بحيث اي حد يلعب في الشركة شيل يا معلم مفيش هزار. ونحط خزنة بقى دي اللي نحوش فيها الفلوس. اوكي جبنا كمان خزنة. وعندنا كمان اوضة تغيير الهدوم ده اكيد يعني بالسرير الصغير. بصوا بقى كنا جايبين حاجة ببلاش. يلا دلوقتي يا ابو اللازلين اتغرم بحوالي 2 مليون كاش. بص يا معلم على الترابيزة خد بزنس مان. نفتح الفرع التاني. فا يلا جاهزين بالفرع التاني للشركه. يلا بقى الموظف الجديد. ايه بصوا يا جدعان كده مبدئيا المفروض كل حاجه خلصت. اوكي كل حاجه تمام كل حاجه 100 100. بس ممكن في حاجه صغيره تحصل اللي احنا مثلا عشان عندنا فروع كتير فيحصل لخبطه. نعمل زي تجميع للفروع يبقى المكان في حته وقت لسه ابني بتخسر. لخبطتكم صح. بصوا يا جدعان زي احنا عندنا بدل ما عندنا فرعين وثلاث اربع خمس ست سبع فروع فيبقى عندنا مكان واحد للشركة. يا لهوي بس في اخر الدنيا. والشركة بتاعتنا زي كنا عندنا المقر بتاعنا ووفرنا مثلا نسبة معينة. طب خلينا بس نجيب موتوسيكل سريع سريع ننطلق بعد كده بإذن الله نروح في المكان في اقرب واحد. واحد جاي عليا ولا جايب عربيته عارف لو خبطتني. اهدى اهدى يا اخويا انت ايه عايش الدور. ايه ده مش عايز اخش خلاص اتبنت على طول سويت. طلعني يا عم انا بس قلت لواحدة كده خليه صح صح. خلينا نشوف. وهتقولي طالعه. ايه الوضع العربيه يلا جاب ده ينفع اخد لفه؟ ايوه 100 100. بس ممكن نركب الموتوسيكل بتاعي صح؟ الموتوسيكل بتاعي ما جاش؟ مصلحه. يلا يا جدعان ننطلق بالعربيه الجديده للشركه. العربيه دي بتاعتي بس انا كنت هعطيها للولد ده
كان قلت له يركنها لنا قدام المعرض عشان اقدر اروح باذن الله للشركه الجديده. ف مش مبروك بس هي متخبطه بس انا بعد كده هعاقبه واخصمها من مرتبه. يخرب عقلك وقف بقى العربيه يا جدعان. هي بس ماشي وصل ماشي يا جماعه بس عبيه عطلت مني عشان بس متخبطه يمين وشمال. انزل يلا انزل يلا انزل يا نسر لو سمحت بعد اذنك. ايوه حركب بس روح للشركه بسرعه بس الولد اللي معايا ده شكله هيتكرش النهارده. ها يا قليل الادب انا خليها تنفعك دلوقتي حبيبي انا خليها لك يا جدعان. بصوا الالوان والحركات في البيوت بيرحبوا ابو لذيذ يباركوا له على الشركه الجديده. والله منظر تحفه. خلينا نشوف يا جدعان المقر بتاعنا اخيرا وصلنا الحمد لله على السلامه. وتقريبا برضه فيها ركنه طيارات. لحظه واحده بس هو المدخل منين؟ يلا يلا بسرعه بسرعه واحد بسمان بقى يا جدعان وبيتلخبط في الشركات. يلا نشوف. ايوه بقى ايوه بقى المدخل الرئيسي كده حاجه في حندقه كده صغيره للفرع الثاني الجديد بتاعنا. ايوه بقى دي جهات وحركات. ممكن ندخل هنا بس ممكن غير نخش يا جدعان الجراج. والله مش عارف بعمل ازاي بيني وبينكم انا حبيت الشركه. يلا نشوف. والله يا حبيبي ايه كده بتفائل لما اشوفك يا حبيب قلبي. اخيرا مشيت السكرتيرة اهو زي ما انتوا قلتوا لي. اقعد 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 اتكسف استنى استنى بس جيب لي شويه اكل غزين عايز اتدلع. ها النهارده اتدلعنا في الشركه. اوكي خدنا اكلنا كله تمام هي كده والله. شكرا. بيني وبينكم يا جماعه انا عايز انزل كده. ايه ده في تليفون هنا كمان. لحظه واحده ده اللي قاعد تعمل اتصالاتك وحركاتك. عايز انزل اشوف الجراج عامل ازاي كده. نقدر نطلع فوق. لا انا في تعديل كمان. تعديل مكان تعديل العربيات. خلينا نبص كده نظره سريعه نشوف المكان عامل ازاي يا جدعان. بس اوعى تقول لي في الشركه مفيش مكان للعربيات ازاي. خلينا نبص بصه سريعه بس بيقول لك في تعديل زي الشركه الثانيه برضو. واو ايوه بقى يا دلع يا حركاته. اوكي هنرجع تاني زي ما كنا بدنا اصلا. ايوه كده يلا يا جدعان بيقول لك اوفيس. ماشي نروح المفروض كده نروح الجراج. هنشوف بقى هل الفرع الجزء بتاع العربيات اتنقل ولا العربيات. يا حلاوله ايه ده كل حاجه موجوده زي ما هي. ايوه بقى يا جدعان هو زي ما قلت لكم الفرع وعندنا ايه 1 وايه 2 والعربيه كله اتنقل يا معلم كله متجمع مع بعضيه والدور الثالث اوكي كله متظبط. انزل 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 ده كفايه لما الدنيا بقى تيجي الصبح وتلاقي المكان ده منور تبقى حاجه فخمه. الدنيا كلها لسه مظلمه لسه احنا في وقت الفجر دلوقتي. والله في وقت الفجر يا جدعان. اطلع 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 بسرعه والمكان تحس الوقت لم شويه وبقى احلى. دلوقتي نقدر نخش تعديل ممكن نطلع كمان على السطوح فوق. ماشي هنشوف بس الدنيا بتطلع الصبح. خلينا نرجع للمكتب مره ثانيه نقعد بقى نتفرج على المكتب بتاعنا واول ما يجي الصبح باذن الله نطلع فوق اسمه ايه ده السطوح نشوف الفراخ قصدي نشوف يا جدعان لو في طيارة هليكوبتر الحركات ونزغطهم بالمره. يا كابتن مشكلة عندي في التاني المكان مش عارف احط له الفلوس لان المكان عندي مليان. استنى بقى يا معلم هنا بقى يا جدعان لو حد عايز ايه يسيب حاجه للشركه كده لمين شمال او للموظف اللي هنا يديله تبس يا جدعان يظبطه. وخلينا نشوف عندنا هنا ورق جرايد وحركات وتقعد هنا باشا وعندنا كمان نقدر والله العصير بتاعنا كل حاجه موجوده. لا حتى المطبخ بقى صغير شويه ده شويه محندق علشان برضو ما ياخدش مساحه كبيره. كويس يعني تشوف. طيب توسعنا يا جدعان في السايبر بقى عندنا سايبر محترم اجهزه هي معلم ثلاثه برضو زي ما هي وعندنا كمان اوضه اجتماعات. وايه الاوضه دي مش عارف والله. عندنا كمان اوضه الاجتماعات بتاعتنا زي ما هي بس الفرق بقى في اللمعه في الحركات في الشغل اهم حاجه ده. ها بك 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 اي حد بقى نقعد بقى نخطط ونفكر هنعمل ايه بس كده. يبقى كده ظبطنا عندنا اوضه الاجتماعات كله تمام ناخد الحاجه بتاعتنا. خلينا نشوف برضو عندنا هنا قسم الريسبشن يا جدعان برضو عندنا في تلفزيون عملاق كام ده 60 بوصه ده ولا كام 70 بوصه ولا ايه. وعندنا حاجه محترمه وعندنا احلى حاجه بقى اللي عجباني ان احنا ممكن نشد زي البتاع الازاز نخليه مقفول او كده. والاجمل من كل ده المكتب بتاع ابو اللذاليز. ايوه بقى والخزنه السريه فين يا جدعان خزنه سر. ايوه بقى افتح يا معلم ورينا بره سر. ها بص بقى ده شيل بقى الحاجات في التقيله يا لهوي كل ده حطه. والله ممكن
هتلافي هتلافي في جزارة سنايبر بس كده. خلاص يا معلم ظبط ده يا لهوي بس كده. اقفل 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 يا معلم بس كده عشان ما اتفضحش. اوكي بس كده فرقة سريعا زي الفل. ممكن بقى نظبطها بعدين ناخد الحاجة اللي احنا محتاجينها والها 70,000 يا جدعان انا كانوا مش عايزين نتحطوا. خلينا نشوف بقى الخزنة بتاعت ابو اللذاليز. يلا حاطين كام مليار يا جدعان. الله 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 الله. ايوه ده بص يا جدعان ده البداية الأولى في الشركة. مبلغ كده محترم بس كان ندير الموظف بس اللي موجود عندنا كده. احنا لسه البيزنس بتاعنا ما عملناهوش. اقفل ده يا معلم. تخيل ده مرتبه يا لهوي. امال احنا هنعمل كام؟ ما اقولكمش يا جدعان. خلينا نشوف بقية الشركة الصبح بدأ يطلع. يا كده يا سلام وعندنا شوية براويز. بصوا الشمس حتى اللي معانا بيدي على البلاط تحفة. اوكي ندخل هنا عندنا اوضة تغيير الهدوم وعندنا كمان ايه ده؟ اها بعد ما ناخد شاور نظبط نفسنا هنا بقى المراية والحركات وعندنا السرير السخانة جوه الشركة نفسها. لو عندنا بيزنس كبير يا جدعان وما لحقناش نروح نقدر بقى نظبط نفسنا هنا. ناخد لنا الدش بتاعنا نخش ننام بتاع ومش لازم نروح البيت. خلينا نشوف ايه الاوض دي كلها. هو في كام حمام ده يا جدعان؟ والله كويس. خش استحمى هنا اطلع من الحمام ده خش على التاني اعمل تبدل. ما تعصبنيش زي التاني هكروشك ها؟ كده احنا خلصنا الشركه تقريبا يا جدعان كده المفروض خلصنا كل حاجه في الشركه. انا بفكر بصراحه اطلع فوق اشوف الفراخ عامله ايه. بتكاك ولا لسه؟ كده خلصنا تمام. انا مش عارف بصراحه انه احلى الشركه دي ولا الشركة التانية من حيث بقى الستايل من حيث الموظف والموظفة التغييرات الجذرية اللي ابو لذاليز عملها. مستني طبعا رأيكم في التعليقات وخلينا نطلع فوق سريعا يلا. انا كنت ممكن اكلم السكرتير يجيب لنا طيارة والله يظبط لنا واحدة. خلينا برضو نشوف السطوح عامل ازاي. الحمد لله على السلامة. خلينا نشوف زي التاني ولا اسهل. كل ده باب ما شاء الله. في المسافة يا جدعان المسافة حلوة بس اللي انت تقع بباراشوت ده مش هيحصل لك حاجة. في بقى فرع تاني اكبر من الشركة دي بكتير. لا والله في مكان كمان للطيارة الهليكوبتر زي الفل. طب مصلحة انا فكرت لا زي الفل يا معلم. طب استنى اجرب اكلم السكرتيرة اشوف هيبقى قد كلمته ولا ايه هيغدر بابو اللذاليز. خلينا نتصل بيه. بص يا عم السكرتير عايزك بقى تظبط لي طيارة. البنت اتغيرت انا مش مصدق. I'm here boss. ابعت لي طيارة الهليكوبتر واللي جاي في السكة يا ابو اللذاليز. ماشي نستنى. يا لهوي كل ده عندنا يا جدعان؟ يعني ما فيش الشبكة تقطع مننا والكلام ده. الطيارة نازلة بالسلامة؟ اه والله يا جدعان. فيك بوست جاي. ايوه بقى ايه ده مين في حد راكب جواها؟ يخرب عقلك. يخرب عقلك الله يسهل لك يا ابني. سارق الطيارة ده ولا ايه؟ يا جدعان الطيارة وصلت في ميعادها والسكرتيرة كمان بقى قصدي السكرتير بعت لنا الحاجة في الميعاد بالظبط. خلينا نركب وننطلق يلا. بقول لك ايه عايزك تفسحيني كده وتدلعيني شوية. لا بص بقى بقول لك ايه يلا ماشيني مش قاعد اتفسح. ايزي قلت لك الله عليك يا ايزي. تعالوا شاور اوف لحد هنا فلو عجبكم الفيديو ما تنسوناش بابو اللايك واتمنى انكم تشتركوا معانا في القناه لو انتوا لسه جداد معانا. ده كان فرع الشركه بتاعنا الجديد. مستني طبعا رايكم في التعليقات ايه رايكم فيه. اشوفكم مره جايه فيديو جديد مع عايز يوتيوب جيم. يلا سلام.